ده غباشي طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايزه ابارك لك النهارده على مباراتكم مع نادي هليوبلس في بطوله الدوري. شايفه المباراه النهارده ازاي واداء جميع لاعبات النادي الاهلي، خصوصا ان معظم اللاعبات النهارده شاركوا في المباراه؟ والله بصراحة يعني الحمد لله المباراة كانت في المتناول يعني، بس كابتن طبعا إبراهيم والجهاز الفني عودنا ان احنا ننزل لأي مباراة كأنها يعني أجمد مباراة، فالحمد لله ان احنا قدرنا نعمل ده، وكمان الحمد لله ان احنا قدرنا نشارك بكل اللاعبات وعملنا أداء كويس يعني. شايفه طبعا كمان يمكن دي المباريات دي بتبقى معظمها مباريات تحضيريه شويه للادوار طبعا الاصعب اللي بتكون في اخر البطوله، فقولي لي على التعليمات دايما بيتكلم فيها كابتن ابراهيم معاكم بالاخص في المباريات دي. هو دايما بيتكلم معانا ان احنا ملناش دعوه بالخصم اللي قدامنا، احنا لينا دعوه بلعبنا احنا، ما يعني مش معنى ان الماتش مثلا مش جامد قوي فان احنا ننزل بمستوانا، او الماتش جامد قوي فان احنا نخاف، لا هو بيعودنا نلعب الماتش على حسب مستوانا احنا مش على حسب مستوى الماتش، وكمان نطلع يعني اقصى ما عندنا عشان ده بيبقى تحضير للماتشات اللي جايه وللفرق اللي تشوفنا بعد كده تعرف ان احنا فرقه يعني جامده. ميرسي جدا يا دعاء، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا.